الدور الاول. والله انت تو عملت كونكوردونس تقريبا ما بين كلامي اللي سبق حديث طارق غياب في سمعته تو. انا قلت وسط الميدان الهجومي قال طارق غياب نفس الكلام. صحيح. قال عندنا مشكل وسط الميدان الهجومي، يعني انا عرجت عليه باسم جلاسي وسعد بقير. بالنسبه للحراسه احنا ما حكيناش عليها، لكن هذه فرصه واش عندنا؟ عندنا حارسين اثنين متاكدين باش يكونوا في المونديال اللي هما دحمان وبشير بن سعيد. ثوابت موجوده، هذيك كحارس اول حارس ثاني. الاسم الثالث هو اللي قاعدين يتراوحوا عليه، يعني هل يكون بلبولي، هل يكون مجدي فيا، هل يكون مدبشي، هل يكون معز حسن. هذه معناتها ظروف كيفاش باش تحكم على بقيه الايام اللي جايه قبل المونديال. اما احنا صحيح مع تعرف كاس العالم ما يكونش عندك حارس يعني يحدث الفارق ديما تبدا في خطر. وشوفنا هذايا حتى في كاس العالم 2018، يعني لما خسرنا 5 مع بلجيكا. انا شو نقول؟ نقول المنتخب التونسي بالنسبه لي اخويا هنالك تراجع على مستوى الاداء قياسا بالمنتخب التونسي اللي لعب في موسكو في روسيا 2018. اليوم المنتخب اقل قوه من المنتخب اللي عشنا معاه في 2018، التحضيرات ما قبل المونديال، المباريات الوديه، المباريات بدايه الرسميات. المشكل اللي هو عندنا أزمة ثقة زادة موجودة. حب ولا ذكرى مباراة البرازيل يعني رب ذرة بالنافع، يعني كشفت لنا على عديد الأشياء ونحت لنا برشا أشياء مغلوطة ووراتنا خيرتنا. حب ولا ذكرى على المستوى العالمي بعاد برشا، ما عندناش النفق العالمي، ما عندناش ياكل ريزيستانس فيزيك اللي زي ما تكون في كاس العالم. ان شاء الله تتحسن الامور بدنيا ولو انه غير كافي، لانه تكتيكيا هو المشكل الكبير. المنتخب التونسي حتى كي نتفرجوا فيه للامانه خطه غير واضحه، يعني تقريبا 4-5-1 دفاعي وعكس الهجوم واستغل الكره. ما عندناش ثقه في روحنا باش نصنعوا شويه لعب او باش ناخذوا ثقه في روحنا. حتى كي تقارن لنا تحب ولا تكره بالمنتخبات العربيه اللي حاضره في المونديال، مثلا على سبيل المثال خذك المنتخب المغربي. المنتخب المغربي هو صح قبل كل شيء افضل منا في الترتيب العالمي. هو 22 مونديال، احنا 30، وعنده امكانيات يعني بشريه كبيره ياسر. لاعبين من طراز كبير. هاك شفت ما ترددوش باش يغيروا المدرب كي شافوا انه الامور ماهيش ماشيه يعني شهرين وثلاثه قبل المونديال. الناس تخدم في اعلى مستوى، تحب تحسن الانتاج نتاع المنتخب نتاعهم. المنتخب التونسي كي تشوف اليوم تلقى عندك ازمه حراسه وعندك ازمه محور دفاع، يعني انه بصراحه ما زلنا اليوم ما نحكيو تاع بالغندري ولا لا في العكس ضعيفه. ديران برون ما عندكش يعني حتى ال11 الاولانيين اللي يلزم يكونوا في المنتخب تقريبا ثلاثه اربع اسماء فقط، كله في حاله تردد. لهنا سامحني رب الحق تو الكلام. شوف معناها رؤوف خليف اليوم كي نسمع ان طارق ذياب يتحدث هكا، كي نسمع رؤوف خليف يتحدث هكا، كي نسمع جمله من محللين الكبار يتحلوا هكا، دونك اوتوماتيكمون اي واحد باش ينتابوا الخوف بالحق على مصير المنتخب. واحنا كنا عاقدين الامل انه منتخبنا اوموا خاطر تعرف انه يفرحنا الا المنتخب، لكن بالحق كلام لو نحكيو قبل 15 يوم انه كلام كيما هذا ما يفرحش، لكن تراش ربما انه هذا هو القماش اللي عندنا. شنو باش نعملوا؟ شنو هي الحاجات اللي نجموا احنا اوكي اليوم ما زلنا ما اعلناش على القائمه، ولا المنتخب الناخب الوطني لم يعلن عن القائمه، او فما حاجات نصلحوها قبل ما يفوت الفوت كما نقولوا احنا. هذيك القماش اللي عندنا، شنو باش نعملوا اكثر من هكا؟ معناها شكون الملاعبين لازم يكونوا متواجدين في القائمه؟ كما شفت انت تو حطيت يعني صبعك على اصل الداء. لما تشوف مستوى بطولتنا وتشوف البنيه التحتيه نتاع استاذاتنا وتشوف العقليه اللي لعبوا بها الانديه نتاعنا كيفاش وصلنا، وتشوف الظروف التحكيميه، وتشوف يعني هالمنظومه كلها هي في حد ذاتها مؤثره بصفه مباشره على المنتخب. المنتخب حتى اللاعبين واحنا غير الله غالب، لكن اللي عندنا اللي احنا نجيبوهم من الخارج يعني لاعبين من درجه ثانيه من صنف ثاني. احنا ما عندناش اللاعبين يحضروا الفرق ولا عندهم صيت عالمي. كل الانديه يعني افضلهم الصغيري يلعب في كورن، يعني ما عندناش قوه ضاربه خارج حدود الوطن تجيبها تعاونك كما يعاونوا في المغرب مثلا. ماناش كيف كيف، ماناش كيف كيف، الجزائر ماناش كيف كيف. احنا اقلهم يعني حظوظ في الحكايه ذي. وزيد اللي اهم من ذلك خويا الغالي انه ما عالجناش المشكل، ما عالجناش عارفين انه مشكل حراسه توا من مده طويله. وانا نقول وين خدمه مدربين حراس؟ ويا حسره كانت تونس معروفه بها الحراس،
اليوم ما عادش فما ولات عملة قادرة. دونك المراجعة باش تكون حتى من بعد كأس العالم، لأنه مش فقط لو عنا شيء كأس العالم، تعرف تجيك ألعاب أولمبية، تجيك كأس أفريقيا الأمم، يعني أنت في حاجة لحراس كبار. خايف يدك على قلبك شكون باش تلعب هذا بتلعب هذا، ومن بعد تولي تقول الأقل سوء. لكن أنا نقول لك بصراحة، وكما نقولوا قلبي وجعني عليها الحكاية، المنتخب بالمرة هذه في المونديال في قطر، يعني الحقيقة مع ذريحة من غير عاطفة، يعني نسبة النجاح ضعيفة، نسبة النجاح ضعيفة. ما عندناش إمكانيات يعني تكتيكية وفنية باش نواجهوا هالمجموعة الحديدية جينا فيها. يعني فارق كبير، واضح فارق في النسق. أنا حتى قبل مباراة البرازيل عملت تصريح زاد بعض القنوات أنه المنتخب التونسي باش يخسر خسارة كبيرة. خسارة كبيرة في المونديال ضد شكون تتوقع؟ فرنسا، دنمارك، استراليا، ضد البرازيل؟ ضد البرازيل. اي فرق نسق وفرق قوة، ومن بعد كاين بدنا نقبلوها. ما خدمناش، ما طلعناش الباليي اللي يسمح لنا باش نواجهوا هالمنتخبات هذه. دونك كل شيء يقعد في قاعدة النسبية. الحلول